مفيش اي حاجه تثبت الدعايه المتهم ان المجني عليها حاولت تنتحر قبل ما تموت. حتى الكلام اللي قاله ان هي دخلت المستشفى بعد ما حاولت تنتحر، المستشفى نفت الكلام ده. انا ما كانش ليا علاقه برهام في الفتره دي، بس ده كان كلام باباها معايا انها حاولت تنتحر قبل كده. موضوع المستشفى ده بقى انا ما اعرفوش الحقيقه، وانا نصحته اكتر من مره انه يوديها مصحه نفسيه عشان تبقى تحت الملاحظه، بس للاسف هو ما وافقش. تقدر توصف لي حاله رهام النفسيه في الفتره الاخيره كانت عامله ازاي؟ وباباها كان دايما عنده هاجس ان هي ممكن تاذي نفسها. طيب سؤال اخير، تفتكر في حد ممكن ينتحر لمجرد انه فشل في علاقه عاطفيه؟ بمعنى رهام قتلت نفسها لمجرد ان زياد رفض يرجع لها؟ على حسب خبرتي اه طبعا يا فندم، في حالات انتحار كتير بيرجع سببها الفشل العاطفي، وفي حالات سببها فشل اجتماعي، وحالات تانية سببها فشل مهني. شكرا يا دكتور، تقدر توقع على اقوالك؟ اتفضل انت. أظن كده يا فندم شهادة الدكتور بتسند ادعاء موكلي. للأسف مجرد قرينة مش بقوة الأدلة ضد موكلك.